صباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. اليوم جبت لكم طاجين الخضر بالرقبة تاع الخروف، فيه مكونات جد بسيطة، راح تشوفوها في الفيديو. سهلة جدا، تاخد ساعة ساعة ونص في الطهي. كما راكم تشوفوا دركا راح نبدأ. جبت اللحم تاعي، الرقبة تاع الخروف، عوضت البرسيل بلي زيربون بروفانس، خاطر افراد العائلة تاعي ما يحبوش. حطيت فيه الفلفل الكحل، لو بوافرون نوار، زدت له الملح، ديري شوية حسب العين، وزدت معاه راس الحانوت. حطيت التوابل اللي عندك اللي متعودين عليها، ماشي شرط هذه التوابل. وزدت انا صراحة درتو بيض، ما درتوش احمر. زدت زنجبيل، وزدت معاه الزعتر. الزعتر جد مفيد للصحة ومليح ثاني يعوض بالبيرسيل والكوريونت. وزدت لهم زيت الزيتون، هذه باش نمارينيه في لي زيبيس، نخلطو مليح في هاد التوابل حتى تتجانس مع بعضها. وفي الاخير زدت على راس المغرف شويه قرفه، تقدري تحطي عود، تقدري تزيدي الموسكادة، نواد موسكاد وكركم، وخلطهم مليح كما راكم تشوفوا حتى يدخلوا في اللحم يتجانسوا. في نفس الوقت كنت فرمت زوج حبات بصل كبار وزوج حبات طماطم، تقدري ديريهم دي رونديل، انا فضلت نفرمهم وتحطيهم في الطنجره ونسي جامي يلصق من بعد، هما يحميوه باش ما يلصقش. في نفس الوقت البصل والطماطم يحتوي على نسبه ماء باش ما تحطيش الماء فيه بزاف، قد ما تنقصي الماء قد ما يجي بنين. تحطي بهذه الطريقه، انا كنت حطيت شويه زيت وفرمت البصل والطماطم، حطيتهم حتى بداو يطيبوا، حطيت فوقهم اللحم، ستفتو هكا كيما راكم تشوفوا. في نفس الوقت خليته واحد 15 مينوت. في نفس الوقت جهزت الخضره تاعي، زوج حبات جزر يكونوا كبار. نبداو بالجزر، نحطوه بهذه الطريقه لانه إلي دور وصعب في الطهي، نحطوه هو الاول. نستفوه كيما راكم تشوفوا، وجبت ثلاث حبات بوافرون فلفل حلو، كل حبه نحيت منها نص. وما تنساوش بلي بوافرون غني جدا بالفيتامين سي، الاحمر والاخضر والاصفر. قطعتهم هكذا بالطول وستفتهم، وما نساوش باللي كنت حطيتهم في لاصوص تاع اللحم اللي درتها من قبل. ولهنا كما راكم تشوفوا حطيت لاغيكوفير، ممكن تحطي، انا كانت عندي لوبيا، ممكن حتى تحطي البازيلا اللي هي جلبانة بوتي بوا، حطي انتي وش عندك. وفي الاخير تعمدت نحط البطاطا، ثلاث حبات بطاطا وحبه جريوات، قطعتهم بهذه الطريقه خاطر هما يطيبوا بالخف. دونك تحطيهم من فوق كما راكي تشوفي، حاولي تعدلي الطبق تاعك، تعدلي الطنجره تاعك باش يجي شكل طاجين وبنين. لهنا هاو كي دخلوا الطياب، وشوفوني ما زدتش الماء، الماء تاع البصل وتاع الطماطم وتاع الخضره طلقت زادت، نهز من تحت ونحاول نسقيها من فوق ونخليها تطيب في البخار تاعها، خاطر قبل اني غطيته، كي نغطيه اللحم والمكونات اللي تحت كل طيب هي الاولى، والبطاطا والكورجات يطيبوا على البخار. على بالكم باللي ساهلين للطهي البطاطا الكورجات بوافرون، حاولي تسقيهم بشوي بشوي، كل دقيقه تبقاي تطلي عليهم، تفتحي الطنجره وتطلي عليهم حتى تشوفيهم طابوا. او لهنا طاب، واش نقول لكم بالصحه، ولهنا جا شهي جدا وغني بالفيتامينات وخضر. وممكن تعوضي اللحم بول دو فيون داشي ولا بولي،
وان شاء الله يعجبكم، وما تنسوش تدعموني، تحطوا لي لايك وتحطوا لي تعليقات. هذا فيديو خفيف ظريف لاني وعدتكم اعمل طبق مالح. الى الملتقى ان شاء الله.